أهلا ومرحبا بكم على قناتي الأبيض تي في، قناة كل جديد. ولكن قبل أن نبدأ بتوقعاتي هنا بهذا الفيديو، نتمنى منكم الإعجاب به والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أول بأول. روسيا أوكرانيا، صحون طائرة وجوف الأرض. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، سنعرض لكم في هذه الحلقة ما قاله المتنبئ اللبناني مايك فغالي في عيد الأضحى عن دولتي روسيا وأوكرانيا. أهلا بكم. تحدث المتنبئ اللبناني مايك فغالي وقال: تحدثنا سابقا وقلنا أن التاريخ سيعيد نفسه بمشهد شبيه بما حدث في مصر مع الرئيس الراحل أنور السادات، ورأينا ماذا حصل بالرئيس الوزراء الياباني الأسبق، اغتيال العالمي، حيث إن الأمور لم تقف هنا. وقال إلى العرب: انتبهوا جيدا، شهري يوليو وأغسطس 7 و8 من أصعب الأشهر على دول آسيا ككل، سنرى معارك وانقسامات، حدث من الممكن أن يهدد مونديال قطر، ومن الممكن أن يبوء بالفشل. تحدثنا عن أن هناك دول كثيرة سوف تتكلم عن إنشاء حكومة دول وطنية، حكومة وحدة وطنية. أين ماذا يحصل حاليا إن كان ببعض الدول العربية أو الأوروبية؟ تحدث عن أن بريطانيا في خطر، وأن البريطاني يرى ماذا يحصل الآن في بريطانيا بمجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، أنه نحن لازال لدينا حكام ولازالوا بوعيهم ولازالوا يعرفون كيف يتخذون القرارات، يجب على الشعب أن يقف بجانبهم، وبنفس الوقت على الشعب أن يعطيهم الانتقاد، وذلك لإصلاح الأمور والبلاد ومصالح الشعوب. ولكن الانتقاد لا يكون لا بالشارع ولا بالاحتجاجات ولا المظاهرات ولا تكسير وتخريب الدولة. في السعودية أيضا هناك مرحلة تمر بها البلاد، ولكن بحكمة ولي العهد السعودي، فإن الشعب السعودي والمملكة العربية السعودية تتخطى هذه المحنة. وقال بالنسبة للشعب المصري والجمهورية العربية المصرية أم الدنيا، إلى جميع الشعب المصري: التفوا حول رئيسكم عبد الفتاح السيسي وجيشكم الجيش المصري وبقوة كبيرة، حيث سيكون هناك أكثر من محاولة إرهابية، وقد قال بأنها محاولات إرهابية قد تكون كبيرة، ولكن تمر على خير وسلام، لأن الجيش المصري ليس جيشا طائفيا ويمنع أو يحبط محاولة، هذه المحاولة قد تكون اغتيال أو قد تكون تفجير، هذه المحاولة تريد أن تزرع نوعا من الحروب الطائفية، ولكن الجيش المصري يكون لها بالمرصاد. ونرى في بعض الأحيان أن الجيش المصري يوجد خارج مصر أو خارج حدود مصر، وخاصة الطيران المصري. أما بالنسبة لسوريا فقد قال بأن سوريا لها ازدهار كما يقول دائما، ولكن الموضوع يريد القليل من الوقت، حيث بدأت إعادة الإعمار، حيث أنه ذكر سابقا بأن سوريا مستقبلا تضاهي جمالا بعض الدول العربية، وفعلا هذا الشيء قد بدأ يتحقق على أرض الواقع بإعادة ترميم التراث وإعادة الترميم الحديث، أمور جيدة جدا. ولكن الشعب السوري يحس ببعض الضغوطات، وذلك نظرا للعقوبات الملقاة على عاتقكم، أي العقوبات الملقاة على عاتق الشعب السوري والملقاة أيضا على لبنان، أي العقوبات الملقاة على سوريا وعلى لبنان أيضا. وفي لبنان لدينا شهرين من أصعب الأشهر التي نمر بها، شهري يوليو وأغسطس، شهري 7 و8، ومن ثم يبدأ الانفراج. وقال لكل اللبنانيين: لا تعتمدوا على الدولار، لأنكم ستخسرون ما تبقى معكم، لأنه سيرتفع كثيرا وسينخفض بسرعة كبيرة، ربما في نفس اليوم أو ثاني يوم، لهذا عليكم أن تنتبهوا جيدا للعبة الدولار، لسبب واحد هو أن الغريق يتعلق بقشة كما قال، لأنهم سيحاولون ترميم أمورهم، وذلك باستعادة أموالكم أنتم لجيبتهم هم، ومن هنا قولوا لهم: كفى من كبيركم لصغيركم، حاميها حراميها،
ستمر علينا ظروف صعبة في لبنان، ظروف عسكرية وظروف اقتصادية، ولكن بعد شهر أغسطس سنبدأ بالراحة وسنبدأ برؤية المستقبل كيف يتبلور وكيف يكون جيدا جدا. ونوه إلى أن أحد الأشخاص سأله عندما كان يتحدث في حلقته السابقة عن الاتحاد العربي، حيث قال وطلب حينها بأن يكون ملك الأردن هو المسؤول عن التحالف العربي وهو رئيسه، فكان جوابه: هل أنت تقبل بأن إسرائيل تكون متواجدة في الاتحاد العربي؟ حيث أجابه مايك فاري بأنه لا يعترف بوجود دولة اسمها إسرائيل. النبي إسرائيل نعم، ولكن دولة إسرائيل لا يعترف بها، لا يعترف بدولة إسرائيل، هذا الكيان الصهيوني الغاصب الشيطاني القاتل صاحب الإشاعات، أنا لا أعترف به حتى يكون متواجدا في تحالف عربي، حيث إنه بدأ يضع المخطط لنهايته، حيث قال بأن الكيان الصهيوني بدأ يضع المخطط لنهايته التي هي رقم 80، فهي ستكون نهايته، وليس المقصود بها الشعب اليهودي، بالعكس الشعب اليهودي سيبقى.